بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أستاذ دكتور أحمد المحروقي، أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية في القصر العيني. النهاردة يعني عايز أتكلم يعني حاجات بسيطة على الدياليسيس كاثترز. تمام. أول حاجة الدياليسيس كاثترز، أنا بس يعني بنصادف في البراكتس مشاكل كتيرة جدا من الانسيرشن اوف دياليسيس كاثترز، فإحنا نفسنا ان احنا الدياليسيس كاثترز نقلل استخدامها قدر المستطاع. ليه؟ لان الدياليسيس كاثترز اسوشيتد بكومبليكيشنز كتيره جدا اثناء التركيب واثناء فتره الغسيل، والمشكله الاكبر مع الدياليسيس كاثترز وجودها فتره طويله بيؤدي ان الفينز يحصل فيها ثرومبوزز ويحصل فيها فايبروزز ويحصل فيها ناروينج، بينترفير مع ان انا اعمل فيوتشر ايفي فيستولا او اعمل ايفي جرافت اللي هي انا بسميها البيرمننت مود اوف فور هيموداياليسيس او بيرمننت ميثود فور هيموداياليسيس. فاحنا الدياليسيس كاثترز يعني احنا المفروض ان احنا عايزين نزود الاويرنس في وسط الدكاتره عموما، مش بس جراحه الاوعيه الدمويه، حتى في الاذر سبيشاليتيز سبيشالي النفرولوجي، ان احنا لما نلاقي عيان مثلا الكرياتينين ليفل بتاعه رايزنج وهو اكسبكتد ان هو ممكن يدايلايز وذين مثلا 1 اور 2 ييرز، واي نوت ان هو يبقى ريفيرد في الايرلي ستيج دي يعمل اي في فيستولا. تمام. راديو كيفاليك اي في فيستولا والفينز بتاعته كويسه والعيان الجنرال كونديشن بتاعته كويسه، يعمل اي في فيستولا في ظروف كويسه ويحصل لها ماتيوريشن يعني الفيستولا يعدي عليها فتره شهر ونص شهرين او اكتر، وكل ما المده دي تزيد قبل استخدام الفيستولا فور دايليسز كل ما الفين بيبقى بيجر ويبقى الفلو فيه احسن ويبقى مور ايزير تو بانكتشر. كل الحاجات دي كلها بتخلي الاي في فيستولا عمايلها ايرلي حاجه كويسه. فانا دي نصيحتي مثلا لدكاتره النفرولوجي، بليز ريفير البيشنت فور اي في فيستولا از ايرلي اس بوسيبل. ليه؟ علشان العيان مش لازم يجي له فور لحظه يبقى في اكيوت انسلت او في كوما او في فوليوم اوفرلود او رابيد ديتيريوريشن كيدني فانكشنز، يخش اي سي يو يتركب له كاثيتر نقعد بالكاثيتر شهرين ثلاثه يحصل بعدها ثرومبوزز ويحصل بعدها استينوزز في الفينز، نبدا بعد كده الفينز كلها اكزوستد البريفرال فينز مش عارفين نعمل ايه في فيستولا. العيان فجاه بيكومبليكيت وفجاه بيوصل لمرحله ادفانسد من الديزيز من مجرد ان احنا جاست ما خدناش يعني بريباراتوري اكشن بدري شويه. دي نمره واحد. نمره اتنين في الدياليسيس كاثترز، نصايح لكل الناس اللي بيركبوا دياليسيس كاثترز، لان ممكن يركب الدياليسيس كاثتر يكون نفرولوجيست، ممكن يكون اي سي يو، ممكن يكون جنرال فيزيشن، ممكن يكون انستيزيولوجيست، وممكن يكون فاسكولار سيرجن، بس يوجوالي اول كاثتر دي مش احنا اللي بنركبها كفاسكولار سيرجنز، لان احنا مش بنبقى ان دايركت كونتاكت مع البيشنت بتاع الكرونيك رينال فيل. اهم حاجه بس ما حدش يركب قسطره في السب كليفيان فين، ارجوكوا وجود كاثتر في السب كليفيان فين معناه ان الفين ده بيحصل له استينوزز في فتره قصيره جدا من بعد التركيب، بينتج عنها ان احنا ما بنعرفش بعد كده نعمل اي في فيستولا في الارم ده خالص. يعني احنا بنفقد العيان على الاقل 3 اكسسيز بسبب ان احنا عملنا سب كليفين انسرشن. احنا عارفين طبعا ان هو ايزير شويه ان هو يتركب عن الانترنال جاجولر، بالذات الناس بتاعه الاي سي يو متعودين على السب كليفين اكسس، بس في حالات الدياليسيز اذا اضطرينا ان احنا نركب لو سمحتوا نركب جاجولار اكسس. الحاجه الثانيه برضو في السايت اوف انسرشن الفيمورال فين، حاول تتفادى تركيب الفيمورال فين، هو سهل جدا طبعا الكومبليكيشنز فيه قليله، بس مشكله ان الفيمورال فين كاثتر انها تمبوراري بتقعد فتره قصيره جدا، لو طولنا بيها ممكن يحصل ديب فين ثرومبوزز ومشكله برضو منها. دي حاجه. طيب لو انا هركب انترنال جاجولار فين، الافضل ان احنا ناخد تريننج ان احنا ازاي نركبها الترا ساوند جايدد. يعني كان زمان عندنا حاجه اسمها اناتوميكال لاند مارك تكنيك، يعني ان انا ازاي احدد الجاجولار فين على الانتيريور بوردر اوف ذا ستيرنومستويد واحدد المكان فين واخش بالبنكشر واعمل دايركشن للنيدل تووردز الابسي لاترال نيبل، ده كله بنسميه لاند مارك تكنيك. لاند مارك تكنيك رغم نجاحه لكن برضو اسوشيتد بكومبليكيشنز جامده جدا. خلي بالك احنا جنبينا هنا الكاروتيد ارتري، جنبينا اللنجز، ممكن نعمل نيموثوركس، ممكن ارتيريال بانكشر تعمل سودو انيوريزم او تعمل نيك هيماتوما في عيان مثلا بياخد انتي كواجيوليشن ولا حاجه. يعني احنا معرضين لمشاكل كبيره. سنترال لاين انسرشن ما هياش حاجه بسيطه، ما هواش بروسيدور تافه خلاص، ده بروسيدور ممكن يحصل منه مورتاليتي، ممكن يحصل منه كومبليكيشنز مهوله. دلوقتي بره خلاص بقى الستاندرد دلوقتي ان احنا نركبها الترا ساوند جايدد. ليه؟ لان الالترا ساوند بيديني فرصه ان انا من سنجل بانكتشر اوصل للفين
مباشره. محتاج تريننج بسيط جدا، مش محتاج ان انا ابقى راديولوجيست عشان استخدم الالترا ساوند في الحركه دي، محتاج بس تريننج بسيط جدا خلاص ان انا اعمل القصه دي. وان انا والديفايس ده بقى موجود دلوقتي في مستشفيات كتير وموجود في كل حته، جهاز مش غالي ومتوفر في اغلب الاماكن، اقدر اركب القسطره الترا ساوند جايدد تو مينيمايز الكومبليكيشنز. الحاجه الثانيه ان احنا في عندنا نوعين من الكاثيترز، عندنا حاجه اسمها تيمبوراري كاثيترز وعندنا حاجه اسمها بيرمننت كاثيترز. هي طبعا مش بيرمننت يعني طول العمر، بس يعني بيرمننت يعني او بنسميها تانلد او كافد كاثيترز، اللي هي ديزايند ان هي تقعد فتره اطول شويه من الكاثيتر العاديه. الكاثيتر العاديه المفروض انها بتقعد في المتوسط شهر لشهر ونص، وبعد كده المفروض تبقى اكستشينجد، ويوجوالي بيكون حصل عليها ثرومبوزس. وفي كاثيترز ديزايند انها تركب لفتره اطول. انا اي ادفايس ان احنا نركب التمبوراري كاثيتر اذا كان ممكن، يعني اذا كانت الظروف تسمح للبيشنت وهو داخل في سيمي الكتيف بيزز، ما هوش اون ايمرجنسي بيزز، يا ريت لو نركب التانل دي كافد كاثيترز. اولا الريسك اوف انفكشن فيها اقل بسبب وجود الكف. الحاجه الثانيه الكومبليكيشنز منها نتيجه ان الماده بتاعتها فيها نسبه مرونه شويه، فنسبه انها تحصل ثرومبوزز او يحصل منها استينوزز او اريتيشن للوول اوف ذا فين اقل. فاذا كان في قابليه ان خلاص عيان مش عامل اي في فيستولا واتفاجئنا ان احنا محتاجين نركب له كاثيتر، يا ريت لو نركب اللونج تانلد كافد كاثيترز بيتر تو نوت تو كوز ايرلي كومبليكيشنز في السنترال فينز. تمام. وطبعا عايزين نشيلها از سون از بوسيبل ونشفت العيان لناتشرال اي في فيستولا which is a standard way of dialysis. تمام. يعني انا يعني غطيت الحاجات الاساسيه. احنا بنتكلم برودلي طبعا، يعني مش بنتكلم يعني عن تكنيكال ديتيلز، انا بس بتكلم على الحاجات اللي انا شايفها في البراكتس بتسبب مشاكل للعيان نتيجه عدم وجود اويرنس في وسطنا احنا كدكاتره في تخصصات تانية زي النيفرولوجي زي الاي سي يو زي الانستيزيا، حاسس ان هي بتعمل مشكله برضو معانا. انا متشكر ونشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.